جيتك وبي أفتح لي على المجتمع باب معي رسالة والشعر يحتويها، وما دام إن الصمت بالمجتمع ذاب قلت أدري بدلوي وأنا برتويها. أواه يا صدري ولو كلك اعتاب ما دام حتى راحتك تشتريها. البنت مثل العين والستر لهداب، ويا جعل ضيقات الزمن ما تجيها. تطير للخارج وهي تلبس حجاب، وتهبط وتلقى حجابها مو عليها. تطير للخارج وهي تلبس حجاب، وتهبط وتلقى حجابها مو عليها. هي تحسب ان الله ليا سافرت غاب، او تحسب ان ذنوب او تحسب ان ذنوبها ما تجيها. ترى التطور بالزمن ما لها اسباب، ان الشعر يتمرجح براحتيها يوم انها في بلادها تحسب حساب، من شان ما تبقى فضيحة عليها. تتستر العين القرايب والأصحاب من خوف لا تتكلم الناس فيها. والخوف خوف الله، والخوف خوف الله ما هو بخوف الأقراب. والنفس رب البيت من يبتليها، والخوف خوف الله ما هو بخوف الأقراب. والنفس رب البيت من يبتليها. الدين له رب ونبي، واشرف كتاب الدين ما هو سلعة تشتريها. ومن قبل أختم يا عزيزين الأجناب دعوة من صدق الشعور أبتغيها. واللي على طول الزمن تلبس حجاب الله يحفظها ويستر عليها. خالد هذا حبيبنا الصديق الغالي ناصر اللوبير.